العذراء. رح نزودك بمعلومات زيادة عن الفيديو هاد، موجودة مجموعتنا اسمها الفلك والتاروت والطاقة، وهي المجموعة تبعنا فيها شغلة شو هي؟ انه كل المعلومات والنقاشات بتنزل فيها موجودة على التليجرام، بتلاقي موجود بالرابط تحت الصفحة. هلأ صديقي برج العذراء، بدك تعرف شغلة انه في معلومات زودناك اياها بتقدر تاخذها على كل شو بيخص برجك، صور بتقدر تحتفظ فيهم موجودين بمجموعتنا. ومنقول لك انه هلا في عندك شغله، في عندك شهر المال ببلش عندك بين ببلش من نص شهر التاسع ل 23/10. هذا الشهر كتير بالنسبه لك منيح، وحاول تلعب على طاقه المال والميزان، والاسد رح يكونوا داعمين لك بشو بالمال. تذكر النصيحة كتير بتفيدك.